ونبقى في متابعة إذن. ولكن في سياق النشرة صباحيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ميليشيا حزب الله اللبناني وأجهزة النظام السورية لا تزال تخفي مصير أب وابنه بعد اعتقالهما منذ نحو عامين بعد خروجهما من مخيم الركبان. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن دورية مشتركة من الأمن العسكري وميليشيا حزب الله اعتقلتهما وهما من مدينة القريتين بريف حمص عام 2020. أكد دو المعتقلان بأنهما موجودان في سجن صدنايا، وبعد ذهابهما إلى السجن للتأكد نفت أو بعد ذهابهم للسجن للتأكد نفت إدارة السجن وجودهما. تخرج العديد من العائلات من مخيم الركبان بشكل دائم باتجاه مناطق سيطرة النظام في حمص دون وجود أي ضمانات أمنية لضمان حمايتهم من الاعتقال. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مغادرة عائلتين من مهجري حمص مخيم الركبان إلى محافظة حمص ضمن سيطرة النظام بسبب الظروف الصعبة وعدم تحمل الوضع المعيشي داخل المخيم. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أنتم أشرتم في المرصد إلى خروج هؤلاء من مخيم الركبان وكيف يختفون بعده، ولكن لماذا، من هو هذا الأب وابنه أولا حتى يتعمد حزب الله والنظام إخفاؤهما لمدة عامين الآن؟ نعم صباح الخير. لأن حزب الله قال بأن هذا الأب وأبنه هم كانوا يواجهون حزب الله في عملياته داخل الأراضي السورية، وعندما عادوا إلى هذه البلدة ضمن تسويات يعني أشرفت عليها روسيا كان مصيرهم الاعتقال من قبل حزب الله. بالعادة المخابرات العسكرية هي التي تعتقل المخابرات الجوية أي مخابرات النظام، لكن في حالة الأب وأبنه كان هناك حزب الله هو مشارك في هذه العملية وكأنه حزب سوري وكأنه يعني جهاز من أجهزة النظام السورية. لنعود ونذكر حقيقة الأمر بأنه في داخل معتقلات النظام قتل أكثر من 105,000 معتقل، ودعيني يعني أكرر هذه الحيثية، أكثر من 80% منهم قتلوا ما بين عام 2013 و15 عندما كان يشرف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني على التعذيب في معتقلات النظام، أي أن حزب الله والحرس الثوري لهم باع في قضية قتل المعتقلين في تحت التعذيب في معتقلات النظام، ولديهم باع في عملية الإعدامات التي كانت تجري داخل الأراضي السورية. لذلك هناك مخاوف حقيقية على حياة هؤلاء. بعض الذين خرجوا من مخيم الركبان اعتقلوا وتم الإفراج عنهم، بعضهم اعتقل وأفرج عنه في بعد أشهر نتيجة دفع فدية مالية، ولكن حالة هذا الرجل وأبنه لا يزالان حتى اللحظة منذ عامين مختفيان. طيب أستاذ رامي، حتى نعرف المشاهد يعني حيثيات اعتقال هؤلاء لدخولهم الركبان ثم حيثيات خروجهم أيضا بعد ذلك، ما هي؟ نعم، هم بالبداية هربوا باتجاه البادية السورية باتجاه مخيم الركبان هربا من تقدم حزب الله والنظام في القريتين. بعد ذلك نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان مثلهم مثل غيرهم ارتأوا العودة ضمن مصالحات إلى مناطق النظام ظنا منهم بأن الحياة ستكون أفضل، وإذا بهم يقعون في المسجد حزب الله اللبناني الذي قيل بأنه لا علاقة له الآن في الشان الداخلي السوري، هو متمركز فقط في قطاعات عسكرية. ولكن ما حصل بهذه الحالة يدل بأن حزب الله لا يزال في بعض المناطق يده أقوى من يد النظام. نعم، عادة من يخرج من مخيم الركبان لماذا وجهته الوحيدة تكون المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ لأن لا إمكانية للذهاب إلى منطقة أخرى. إذا ما أراد الذهاب إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تجار البشر المهربين سيدفع لهم أموال كثيرة، إذا ما أراد الخروج إلى مناطق السيطرة التركية أيضا هناك أموال كثيرة. المنطقة الوحيدة القريبة هي مناطق سيطرة النظام، وإلا البقاء حتى النهاية في مخيم الركبان. نعم، إذن في هذه النقطة أستاذ رامي، حجم الذين يخرجون من مخيم الركبان وهل أغلبهم يلاقي نفس المصير حتى بعد الخروج من هذا المخيم مصيره يظل مجهولا؟ لا، هناك قلت لك بأن هذه الحالة حزب الله أرادها عن هذا الرجل وأبنه، ولكن حالات أخرى هي خرجت من مخيم الركبان عادت إلى منازلها، بعضهم خرج إلى مخيم الركبان أي هي نقطة مهمة أيضا، بعضهم خرج من مخيم الركبان إلى منطقة حمص بعد ذلك إلى داخل لبنان
عبر التهريب بأموال أقل، ولكن بعض الذين خرجوا لا يزالون معتقلين. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.